السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحس ان شاء الله نبقاو مع ايكواسيون ديال دغوات درس جديد اللي عنده علاقة بالدرس السابق ديال لو غوبيغ اذا الدرس هذا ان شاء الله غنشوف فيه العديد من الامور فاول حاجة غنشوفوها غنشوفو سي كوا اون اكواسيون ديال دغوات يعني شنو المعنى ديالها وفاش كتنفعنا تاني حاجة غادي نشوفو غنشوفو لا غوبريزونتاسيون غرافيك سو ان غوبيغ يعني غوبريزونتاسيون ديال واحد لا دغوات يعني كيفاش نمثلوه في واحد المعلم Chaque les coordonnées du point d'intersection d'une droite et l'axe des abscisses, d'une droite, l'axe des ordonnées, de deux droites. que les coordonnées la point de la droite m'a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'équation réduite d'une droite passant par deux points, et on est là de de l'équation réduite de la droite خامس حاجة غنشوفو دو دغواش باغاليل هي لو زابليكاسيون يعني مستقيمة متوازيان التطبيقات ديالهم غنشوفو كذلك مستقيمة متعامدا التطبيقات ديالهم تاهما فاش كيتستعمل الخواص ديالهم سابع حاجة و اخر حاجة غنشوفو غنشوفو ليكواسيون غيدويت دو لا ميدياتريس دان سيغمون يعني ليكواسيون غيدويت ديال واسط قطعة يعني كيفاش كنحدوها ايكواسيون ديال الخطات فقبل ما نتحدثو على ليكواسيون ديال الخطات درك خصنا نعرفو شنو المعنى ديالها بعدا. هنا فواحد روبير نقدرو نرسمو بزاف ديال المستقيمات يقدر نقدر يكون مستقيم على هذا الشكل يقدر مستقيم على هذا الشكل يقدر يكون مستقيم على هذا الشكل يقدر يكون مستقيم على هذا الشكل اذا واحد لو روبير كيحتمل يتواجدو فيه بزاف ديال المستقيمات هنا ما كنعرفوش شنو المستقيم غادي نرسمو اذا باش تعرف شنو مستقيم غادي ترسم كيخصك واحد ليكواسيون ديالو اللي كيتسمى ايكواسيون ريدويت ديال دروات اذا الا ما عطاوكش ديك ليكواسيون راه ما ترسم هذاك لا دغوات والا غادي تاخذو عشوائيا اول حاجه ديك ليكواسيون اللي كيعطيها لك كتكون مكتوبه على شكل ام اكس بلس بي واي كيساوي واحد العدد مضروب في إكس زائد واحد العدد آخر إذن هادي سابيل إكواسيون غيدويش ديون دغوات هداك العدد إم اللي تيكون مضروب في إكس أش كيتسمى كيتسمى لو كويفيسيون ديريكتور أو لا لابونت دو لا دغوات عندو جوج تسميات بالنسبة للعدد الآخر اللي تكون مزيود على إم إكس لي هو بي كيتسمى لوغدوني أ لوريجين دو لا دغوات Par exemple, note que la droite d'équation y est égale à 2x plus 1. Dis-moi, mais ne d' est égale à 2x plus 1, the d' est égale à l'équation de la droite d' est, d' يعني كيكتب لك باختصار دي بين قوسين جوج نقط باش ما يكتبش لك هذه الجمله كامله اذا معادله المستقيم دي هي واي ايغال دو زيكس بلس 1 اذا هذاك العدد اللي مضروب في اكس اش كيتسمى كيتسمى كوفيسيون ديريكتور اذا لو كويفيسيون ديريكتور ديال هذا لا دغوات هذا شنو هو هو العدد اللي مضروب في اكس اللي هو 2 اي دوغ دوني ا لوريجين لوغ دوني ا لوريجين قلنا هو العدد اللي كون مزيود عليهم العدد اللي مزيود عليهم هنا هو واحد اذا إيه لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا هادا هو اثنان اللي مضروبة في اكس و لوغ دوني هي واحد اللي مزيود عليهم نمشيو لدوزيام اكزومبل دابا حدوه لراسكم شنو هو الكويفيسيون ديريكتور و شنو هو لوغ دوني ا نفكرو شوية الوغ كوفيسيون ديريكتور هو لي مضروب في اكس هنا اكس ما مضروبه في والو يعني بطبيعه الحال غتحط الواحد يعني اكس هي واحد اكس اذا لو كوفيسيون ديريكتور هو واحد اذا الى بالك هنا ما والو يعني راه واحد نمشيو للوغدوني الوريجين بالنسبه للوغدوني الوريجين شنو هو اللي تكون مزيود عليهم إذا عندنا واحد إكس شنو مزيود عليها ناقص واحد إذا كوفيسيون ديريكتور هو أن و لوغ الوريجين هو هذا هو موانز أن إذا بحال هنا كانت غير بليس أن حطينا غير أن محطيناش بليس أن و لكن إلا كانت موانز أن كي خصك تحطها خصك تحط موانز أن حتى القاعدة فيها بليس بي نمشيو دابا ال

هنا مزيودة عليها ناقص واحد هنا موان تخوا سور كاتر إكس مزيود عليها والو يعني بليس إش بليس إش بليس زارو يعني مزيود عليها صفر وبالتالي بالتالي لوردوني أ لوريجين هو صفر الوغ من بعد ما عرفنا دابا شناهي ايكواسيون غي دوي دين دوات شناهو كوفيسيون ديريكتور شناهو بونت غندوزو دابا لا روبريزونتاسيون غرافيك دين دوات يعني التمثيل المبياني لمستقيم يعني كيعطيونا واحد المعادلة دي إكغيك إتيكال دو زيكس موان زان تقولك رسم ليا هاد المستقيم هذا دي اللي عندو هاد المعادلة هذه فهاد الروبير دان كيفاش نديرو تبع معايا كل بساطة أول حاجة عندنا إيكغيك إتيكال دو زيكس موان زان غادي تاخد واحد جوج تنوقات أ أو بي إذا غاتاخد إكس تعطيها واحد القيمة ما كانت عطى الإكس واحد القيمة ما كانت مثلا عطيها واحد مثلا نعطيها الواحد الا كانت اكس ار كتساوي واحد ياك اذا الا كانت هذه اكس كتساوي واحد ايكغيك ار اش كتساوي كتساوي في واحد ناقص واحد جوج في اكس ار ياك ناقص واحد جوج في واحد ناقص واحد اللي هي في واحد هي ناقص واحد هي واحد ار لي كوردوني ديالها شنو هما اكس ا واي ا اكس ا آه كتساوي واحد واي ا تاهي كتساوي واحد اذا هاد الرقم هذا كنختارو عشوائيا حتى هذا كتختارو عشوائيا كيف ما كان اختار اختار شي عدد اكس ب اختار واحد العدد كيف ما كان ولكن يكون صغير شويه باش تقدر ترسموه لنا مثلا خد لي اكس بي سي هي 3 مثلا خد 3 الا خديتي اكس بي هي ثلاثة اذا عوض ثلاثة هنا وشوف شحال تخرج لك عوض ثلاثة هنا اذا جوج في ثلاثة ناقص واحد جوج في ثلاثة هي ستة ناقص واحد هي خمسة وبالتالي بي غيكون عندها اكس بي بي اكس بي هي ثلاثة ايكغيك بي هي خمسة صافي وكترسم المستقيم ديالك بهاد النقطتين هادو اذا أشيل ا واحد واحد سير واحد واحد اذا هاي واحد هاي واحد وغتمثل النقطة ا اذا نديرو هنا تاني وغنمثلو النقطة ا ديالنا نمثلو دابا النقطة بي ثلاثة خمسة غنمشيو ل إكس لاشا و خمسة هي إكس ثلاثة و هي خمسة. النقطة بي إذا دابا المستقيم دي, دي المستقيم اللي غيدوز من أو بي بكل بساطة بكل بساطة أدري إذا هاد المستقيم هذا اللي غيدوز من أو بي لاحظ معايا ها هو غندوزو من النقطة أو بي وغادي نطولوه وغنطولو من التحت إذا هاد المستقيم هذا هو لا دغواط دي اذا شنو كدير كتختار واحد النقط عشوائيين كتعطيهم جوج الاعداد في لي زيكس كتجبد الايكغ ديالهم صافي وكتحصل على النقط كتمثلهم هنا كدير المستقيم اللي فاصل بيناتهم غناخدو مثال اخر وغادي ديروه لراسكم دابا يعني تحاول تشوف كيفاش درت هنا وطبق داكشي اللي درتو في هذا المثال هذا اذا سير الدراري اذا هنا اكس ان واحد العدد كيف ما كان خذ مثلا زيرو كاع خذ زيرو خذ اكس أم كتساوي زيرو اذا تعوض زيرو هنا اذا ناقص جوج في صفر زائد ثلاثة زيرو اذا يكون عندها زيرو زيد اختار ثاني شي عدد عشوائي هنا كيف ما كان ماشي مشكل مثلا نختار واحد مثلا اذا هنا موان دو فوا ان آه بلس تخوا الوغ موان دو ان هي موان موان هي ان هي ان النقطتين في ديالنا من بعد لاصق المستقيم ديالنا بكل بساطه اذا نمثلوا النقطتين عند عندها زيرو ثلاثة ياك نمشيو X كتساوي زيرو و Y كتساوي ثلاثة يعني هي هادي هادي هي لو بوان ان نمشيو دابا النقطة ك عندها واحد واحد اذا واحد واحد اذا الواحد يادي في لي زيكس هاك الواحد يادي في لي زيكريك اروح لو بوان ان كعفوا ك عند دابا رسمو المستقيم اللي فاصل بيناتهم اذا ام كا واللي غيمثل لينا المستقيم دلتا دن بكل بساطة التراري سهل سهل الأمر ديالو دن دابا من بعد ما شفنا الطريقة ديال الرسم ديال المستقيم نشوفو دابا حاجة أخرى ندوزو دابا لكونديسيون دابارتونونس دان بوان اون دغواط يعني شرط انتماء نقطة لمستقيم شرط انتماء نقطة لمستقيم امتى تنقولو ان واحد النقطة تنتمي الى مستقيم يعني كنعطيك انا واحد النقطة ا اللي عندها الاحداثيات لي كوردوني اكس ا ا أك. ياك كنقول لك واش هاد لو بوان هادي كتشامل هاد المستقيم ولا لا واش ا كتشامل دلتا ولا لا Alors, on a que soit delta d'équation réduite y est égal à mx plus p, et soit r coordonnée xa y r, un point du repère. On dit que A appartient à delta, une que a appartient à delta, si y r est égal à mx plus p. Donc, on x a n y on a te x ou y on va que

اش قلنا كنشدو ديال و كنشوفوها واش كتساوي إم إكس أ بلس بي يعني كنعاودو تلاتة في ي كنعاودو جوج في الإكس كنشوفهم واش يعطيونا نفس القيمة ولا لا لاحظ معايا عوض ليا في الإيكغيك هاي هاي تلاتة ياك تساوي عوض ليا جوج في الإكس يعني جوج في جوج ناقص واحد إذا ثلاثة تساوي نحط ثلاثة تاني جوج في جوج شحال ربعة ناقص واحد يا ثلاثة إذا ثلاثة ربعة ناقص واحد يا ثلاثة وبالتالي متساويان إذا هذيك تساوي بما أننا حصلنا على نفس القيمة اللي كاينة هنا ياك هي اللي كاينة هنا فإن

في ناقص واحد عبش هاد الناقص واحد هاتي زيد نحطو هنا تاني ربعة جوج في ناقص واحد يشحل. يا شحال يا ناقص جوج ناقص واحد نعاود تاني نحطو ربعة تساوي ناقص جوج ناقص واحد يا شحال يا ناقص تلاتة إذا واش ربعة تساوي ناقص تلاتة لا خطأ دونك فو ياك فو و الا كانت خطا كنقولوا ان بي نابارتيان با ا دي بي نابارتيان با ا دي اذا اللي لقينا هاد القيمه هي هاد القيمه اللي تخرج لينا كنقولوا فري ياك تنقولوا الو ا ابارتيان دي و الا لقينا هاد القيمه ما كتساويش هاد القيمه اللي خرجت لينا هنا تنقولوا فو تنقولوا هاديك لو بوين ابارتيان با ا دي لا On va prendre une autre méthode et on va essayer d'en pour soit L d'équation Y est égal à moins 3X plus 1. les point M coordonnées 1, 2, E coordonnées 3, moins 1. Donc la question est est-ce que E appartient à L Ou est-ce que E appartient à L Ou est-ce que M appartient à L C'est إذن شوية عليكم الدراري حاول تطبق هادشي اللي درناه هنا كيما وريتكم ديروه هنا حاول دير هنا باش تعرف راسك واش فهمتي ولا ما فهمتيش إذن هنا نبداو ب اللي عندها تخوا موانزا اش قلنا الدراري كنشدو إكغيك باش كنعاودوها بناقص واحد وكنشدو الإكس باش كنعاودوها بتلاتة كنشوفوهم واش متساويين ولا لا ها انت باش نعوده ناقص واحد تساوي ناقص ثلاثة إكس باش نعوضو بثلاثة زائد خمسة غتشوف دابا هادي واش غتساوي هادي ولا لا إذا ناقص ثلاثة في ثلاثة شناهي هي ناقص تسعود زائد خمسة نعود نكتبو ناقص واحد ناقص سعود زائد خمسة, خمسة حسبها شحال هي ناقص أربعة إذا واش متساويين ولا مختلفين بطبيعة الحال واضح الأمر، إذا فو، كانت فو، أن لو بوان أو اه n'appartient با أ إل، بكل بساطة، سير ليا دابا الآن، واش غتنتمي L ولا لا؟ سير جرب, الدراج. جرب الدراج. إيكغيك باش تعوضها و إكس باش تعوضها إذا إيكغيك باش اللي جوج إذا موان فوا إكس باش في إكس اللي واحد بلوس سانك إذا نجرب واش إذا نديرو جوج كتساوي موان فوا هي موان تخوا سانك موان 3 بلوس 5 حال. هي شحال هي ولا فو فري. Mais en vrai, alors on déduit que M appartient à L. Je vous comment trouver l'équation réduite d'une droite si on connaît un point et sa pente. Sa ponte oua coefficient directeur de x. Un nègle qui l'équation réduite d'une droite, il a qu'un arfin a un nocta ou le point de l'autre qui coefficient directeur de qui se ou. N'attaque Michel. Un nègle qui soit une droite qui passe par f moins Et de coefficient directeur de قال لك ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو لا دغواط دي هنا عندنا لا دغواط دي اش قال لك عليه لاحظ معايا اش قال لك عليه ليكواسيون ديالو شنو هي ايغ اي تي قال لك الكويفيسيون ديريكتور ديالو شنو هو جوج كويفيسيون ديريكتور كما كنعرفوا فهو العدد اللي تكون مضروب في الاكس يعني العدد اللي مضروب في اكس كيساوي 2 يعني ايغ كيساوي 2 اكس زائد واحد العدد اخر اللي هو لوردوني ا لوريجين ما عارفينوش ما عارفينوش هن هاو قالك دي اون دوات كي باس يعني يمر كي باس يعني يمر من نقطة اف اللي عندها لي كوردوني موانزا زيرو اي دو كوفيسيون ديريكتور دو عطينا كوفيسيون ديريكتور ديالو وما عطيناش هاد بي لوردوني ا لوريجين حنا خصنا نجبدوه انطلاقا من من النقطة اف اللي كيدوز منها المستقيم فاش كنقولوا النقطة اف كيدوز منها المستقيم فهذا معناه ان اف تنتمي الى المستقيم دي فاش كنقولوا دي يمر من اف راه بحال قلت اف تنتمي للمستقيم المستقيم دي تماما اذا الا كانت اف تنتمي للمستقيم دي اش غنستنتجوا الدراري اش الا كانت اف تنتهي من المستقيم دي اذا الا عودتي هنا بالصفر وعودتي هنا بناقص واحد تخرج لينا نفس النتيجه يا لا الا كانت اف كتتامل دي فهذا معناه ان بحال هنا الا كانت ا كتتامل دالتا فهذا معناه ان ايغريك ديال ا كيساوي م اكس م فإذا كانت فإلا كانت F كتشامل دي فهذا معناه أن معناه أن تساوي اف كتساوي إثنان اكس اف نعود بي فوالا م نعاودو إكغيك إف بقيمتها لي هي صفر. نعاودو بالقيمة

صفر زائد جوج هي جوج وبالتالي بي اش كتساوي كتساوي اثنان دو اذا هذه بي هادي غتساوي لنا دو دونك ليكواسيون ديال دي هي ايكغيك كتساوي جوج اكس زائد بي اللي هي جوج بليس دو اذا نعاودو نردو الخطوات الدراري اول حاجه كتحط ايكغيك كيساوي هذا الكوفيسيون ديريكتور مضروب في اكس مزيود عليه واحد العدد اللي ما عارفينوش حنا كيفاش غادي نجبدو داك العدد انطلاقا من النقطة اف اللي كيمر منها مستقيم كنديرو ايكغيك اف كيساوي جوج في اكس اف بليس بي كنجبدو بي ديالنا عن طريق تعويض هاد اكس اف بالقيمة ديالها و اف بالقيمة ديالها فحاول دابا طبق لي نفس داكشي اللي درنا في هاد المثال على المثال التاني باش تعرف راسك واش فهمتي ولا

Dire ou halk, y est égal. Lim x na wa coefficient directeur. Le moins 1 sur 2. Alors, on dirait, moins 1 sur 2, x plus b. Donc, je le quoi? Delta passe par un point de coordonnée 3, 1. Donc, tu vois, on a le point A.

Moins 1 sur 2, x h n'a y a 3 fois 3 plus b. Donc 1 est égal. Moins 1 sur 2 fois 3, donc il y a 1 fois 3 il y a 3. Donc ce qu'il y a, moins 3 sur 2 plus b. Donc je vais dire b, fois 92 ou il y a moins 3 sur 2, il doit a un plus 3 sur 2. إتيكالا بي ونوحدو دابا المقام نوحدو المقام هادي العدد هي واحد على واحد إذا واحد في جوج راه هي جوج تلاتة في واحد هي تلاتة على جوج ألوغ بي هي دو بليس هي 5 سو دو وبالتالي L'équation de la droite delta y 1 2. X plus B, lié à 5 sur 2, ça veut dire plus 5 sur 2. Il y a un peu de l'équation réduite, il de droite, l'équation droite, il y a de l'équation وتكون عندنا لا بونش ديالو دابا غنشوفو حاجه اخرى غنشوفو ايكواسيون غيدويتش ديال الدغوات الا كنا عارفين واحد النقطه منه ها هي نقطه نقطه ولكن هذا اللي شفنا سابقا كنا عارفين لا بونش ديالو وما عارفينش لو الوريجين ما عارفينش داك بي ولكن هذا دابا الثاني العكس غادي نكونوا عارفين لوغدوني الوريجين يعني عارفين داك بي ولكن ما عارفينش لا بونش ديالو كوفيسيون ديريكت ما عارفينش هذاك اللي مضروب في اكس دير المثال الثاني ما نكونوش عارفين هذاك اللي مضروب في اكس ونكونوا عارفين الاخر اللي حدا إذا أنا قالك سوا دي أون دوات كي باس باغ أو أه. كوردوني تخوا موان اي دوغدوني ا لوريجين موان سان لوغدوني ا لوريجين كيفما كتعرفو هو داك اللي حدا الاكس ماشي اللي مضروب في اكس اللي تكون حداه قالك هنا دي لي كواسيون ريدويت دو لا دوكواط دي فغدير تماما بحال الخطوات هادو اول حاجة غادي تحط دي ياك غدير ايكغيك اي تيكال هنا كونو عارفين لابونت تكون عطينا لابونت كوفيسيون ديريكتور واش ولكن هنا في هذا المثال ديالنا لا ما عارفين هذاك اللي مضروب في اكس يعني غنديرو ام اكس ولكن عارفين اللحدة. اللحدة واللي تسمى اللي حداه اللي حداه هو اللي كيتسمى اوردوني الوجي اللي كيساوي ناقص خمسة اذا باش نجبدو ام بنفس الطريقه باش كنا كنجبدو بهن بنفس الطريقه كنقولو قلنا هذيك ابارتي دي الوغ طانطان طن كنعاودوا بالقيمه ديالها نفس الطريقه غادي نطبقوا لنا باش نجبدوا العدد ان تلاحظ معايا الدراري اول حاجه غادي تكتب شنو هي تكتب قلنا ياك او ابارتي لدغوات دي الوغ

بحال قلت واحد زائد واحد كتساوي جوج بحال قلت 2 كتساوي واحد زائد واحد ممكن تختلف اذا بحال قلت أربعة كتساوي ثلاثة ان بحال قلت 3 كتساوي أربعة تالي اذا باش نحلو المعادلة هادي ان غتساوي مضروب كتساوي أربعة يعني هي على ثلاثة وبالتالي العدد اللي مضروب في اكس هو على ثلاثة الوغ دي

ديكواسيون إيكغيك إتيكالا ما عارفينش إم حتى عطينا لوغدوني عطينا غير هاد اللي حدا إكس دونك إم إكس هنا يعني ويت يعني غدير بليس ويت ماشي بحال هنا كانت موان سانك درنا موان هنا ويت كنديرو بليس ويت ألوغ أش نقولو أون أل... أ أبارتيان لا دالتا دلتا ألوغ

Iden m moins 3 sur 2, il y a un drop off x. Alors, delta, l'équation de l'ailleur y, y est égale à moins 3 sur 2 x plus 8. نمشيو دابا لواحد السؤال اخر دابا تكون عاطيك واحد دو بوان اي بي تقول لك جبد ليا المعادله ديال المستقيم اللي غيدوز من او بي اذا تكون عاطيك مثلا واحد النقطه ا موان دو 3 بي ان موان دو غتجبد ليا ي شحال ام وشحال تكون بي اذا من اجل هذا غنقراو واحد بروبريتي خاصيه قال لك الا كانت عندنا ار كوردوني اكس اي غريغ ار بي كوردوني اكس بي غريغ بي ابارتي ا لا دي يعني الا كانوا بجوجهم في لا دو دي اولا لا لا دي كيدوز منهم بجوج فانه في هذه الحاله كيفاش كتجبد ام عن طريق حساب إجريك بي مو إجريك أ مقسومة على إكس بي مو إكس أ دنا دي الطريقة باش كتجبد أم وباش تجبد بي كتبقى ساهله اول حاجه شوفو المثال هنا هنا قال لك جبد لي ليكواسيون دو لا دوكواش ا بي لا دوكواش ا بي يعني اللي كيدوز من او كيدوز من بي اذا لا دوكواش ا بي كيتكتب ليكواسيون ديالو على شكل ام اكس بلس بي يعني خصنا نحدو ام وخصنا نحدو بي فام غادي نحدوها بالحساب ديال هادو اذا ام شنو هي يا بي موان ي ا بحساب النقاط اللي عندك مو ي ا سو اكس بي مو اكس ار الله يرضي عليك النقطة اللي بديتي بها هنا كتبدا بها هنا هنا الفوق كنديرو لي زيكري و لتحت كنديرو لي زيكس هنا بديتي ببي كتبدا لتحت ببي بديتي بار كتبدا لتحت بار الله يرضي عليك متقلبهمش اذا باش ما بديتي هنا كتبدا هنا لتحت ماشي الفوق تبدا ببي و لتحت تبدا بار او لا تبدا الفوق او لتحت تبدا بالخطأ خطا غتغلط اذا اللي بديتي به الفوق تبدا اذا ي بي مو ي ا نعودهم بقيمتهم هنا ي بي هي ناقص ي ا هي مع هذا الناقص عفوا ي ا هي

الوغ جبدنا ام ياك الوغ ليكواسيون ا بي كتكتب على الشكل هذا ايغريك تساوي ام هي ناقص خمسة على ثلاثة بليس دابا بي ما عارفينوش جبدنا ام بي ما عارفينوش اذا كيفاش نحسبو بي الدراري يلاه شفنا الطريقه كيفاش إذا كان عندنا y كيساوي ناقص خمسة على اكس زائد بي كانت عندنا شي نقطه من هنا كنقدروا نجبدوه ها آه هي يلا قريناه يلا قريناه إذا كان عندنا ان بوان وكان عندنا سا بونت يعني الا كانت عندنا y كتساوي واحد العدد في x زائد بي الا ما عارفينش b كيفاش كنجبدوه كنعاودوا هذيك النقطه اللي كتشامي ليه في الكوردون اللي عندنا هنا نفس الشيء هنا ناقصنا هنا بي غنشدو ا بي كي ليه او ليه بي يعني سواء غنعاودو ليكوردوني ديال ا هنا سواء غنعاودو بليكوردوني ديال بي هنا اذا سواء عودتي ب ا او لا عودتي بي غتخرج لك نفس النتيجه ديال بي نفس النتيجه اذا اش غادي نقولو نقولو ياك ا ا ابي او بي ابارتيان ا ابي كتشوف النقطه اللي ساهله مثلا موان 3 عندنا ان موان هذه سهل هذه اعداد ساهلين على هذا دونك ان بي ابارتيان ا ابي نعاودو هنا نقولو ي بي كتساوي ناقص خمسة على إكس بي Plus P. Yani donc, YB n'a pas de problème. Il en a qu'un juge. XB n'a pas de problème. Il y a Plus P. Alors, moins 2. Moins 5 fois 1. Il y a moins 5. 3, sur 3 plus P. Alors, il a pris P.

غتخرج لك حتى هنا بي كتساوي ناقص واحد ولا ثلاثة اذا نعاودو الطريقة كيفاش كتجبد المعادلة ديال المستقيم ا بي اللي كيمر من او بي اول حاجة كتجبد ام عن طريق هاد القاعدة هادي كتجي هنا كدير إكغيك تساوي ديك القيمة اللي خرجت لك في إكس زائد بي إذا بي مكتكونش عارفها شحال قلنا كتختار نقطة من هاد الجوج هادو كتقول أنها أباغتيها المستقيم كتعود بلي ديالو كتخرج لك قيمه ديال بي سواء عودتي بيادي ولا بيادي كتخرج لك نفس النتيجه غنعطيكم مثال اخر تخدموا من راسكم باش راسك واش فهمتي او لا ما فهمتيش مزيان او مثال اخر غطبق فيه نفس داكشي اللي درناه هنا تماما هنا قال لك سواء ام كوردوني ان 2 E de coordonnée 3 moins 1. car de coordonnée 0, c'est sur 2. Il détermine l'équation de la droite ME. Il yani -E. -E, y a ME. Nous avons trouvé l'angle ME, Y, c'est ou MX plus P. Nous avons trouvé l'angle

إذن كدير إم هي إيكغيك ناقص إيكغيك على إكس ناقص إكس إذن تمام هاي إم كتساوي إيكغيك إم ناقص إيكغيك أو ياك على إكس إم موا إكس أو كلنا بحال 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 بديتي بهادي بحال بديتي بهادي المهم اللي بديتي بها الفوق تبدا بها لتحت إيكغاك إم شحال كتساوي هما هي جوج. ناقص YE هي ناقص واحد مع هاد الناقص كتولي زائد واحد تولي الإكس إم هي واحد ناقص إكس هي تلاتة إذا تساوي دو بليس هي 3 أن موان هي إذا إم هي موان حيتاش 3 سيغ موان 2 هي دابا جبدنا ام الدراري اش غادي دير الخطوة اللي بعد منا غتقول ألو، هذاك المستقيم ام او كيساوي بالقيمة ديالها الوغ مستقيم ام او ي سنعود م بالقيمة ديالها ليّ هي موان 2 سي او م م م بي فوالا voilà. دابا جبدنا غنجبدو دابا بي نكتبو هنا شيرشون بي ياك بي كيفاش قلنا كنجبدوها الدراري كنشطو نقطة من

Alors, Achadingolo, Ym est égal à moins 3 sur 2 Xm plus pay On a ou Ym, qui est lié 2. Xm, qui est lié 1. Alors, N2 moins 3 fois 1, lié moins 3. Donc, a 12 ou moins 3 /2, a sur 2, 9 sur plus 3 sur 2. Alors, paye, on a donc pay 2 sur 1, 2 fois 2, il 4, 3 fois 1, il 3, 2 fois 1, il 2, je 7 sur 2. Donc, je vais donner un période de là -bas, en gros. Alors, yok, E.

Je vais vous dire que y e moins 3 sur 2 x e plus p. Alors, y e, je vais vous dire que y moins 1 est égal à moins 3 sur 2 fois x e est a 3 plus p. Alors moins 1 est égal à moins 3 fois 3, c'est moins 9 sur 2 plus P. Alors, P est égal à 12 moins 9 sur 2. tous les plus 9 sur 2. Dans le nous avons moins 1 sur 1. Un moins 1 fois 2, il y a moins 2. Plus 9 fois 1, il y a 9. Sur 2 fois 1, il y a 2. C'est égal à. نا موان دو بليس نوف لي سات سوك دو ألوغ بحالا بحال هادي لي كنا استعملنا فيها إم إذا بحال استعملتي أو بحال استعملتي إم كتخرج لك سبعة على جوج نفس القيمة إذا ما تخاف ما دهش إذا خدم بلي كترتاح ليه وصافي دوز دابا لا كيسيون تانية هادي كيسيون معطية وصافي انت هي اللي غتستعمل فيها هاد ليكواسيون ديال هاد دغواش ام او قالك هنا لا كيسيون قال اسكو ام او كا سونط يعني واش ام او كا نقاط مستقيمه قالك ام او كا واش غادي يطيحوا على نفس المستقيم او لا اذا كيفاش تعرف لاحظ معايا شنو المعنى ديال ان m, e, k, f, n, la droite m, e, e est la droite m, k, n est dans la droite Nous avons la droite m, L'équation est y est à moins 3 sur 2x plus 7 sur 2. A chaque Nous k appartient à m, e. qu'un k appartient à la droite m, e,

في مستقيم اللي عنده واحد ليكواسيون اذا الا عوضنا الاي ديالو عوضنا الاكس ديالها عطاتنا نفس النتيجه كنقولوا فغي وتنقولوا ان ديك النقطه كاينه في لا دو ولعودنا الاي دياله ديالها وعودنا الاكس ديالها وما عطاتناش نفس النتيجه كنقولوا فو كنقولوا ان ديك النقطه ما كتنتميش لا دو فنفس الشكل هنا كيفاش غنعرفوا كا واش كتنتمي ام او -E؟ غنعاودوا لي ديال كا في Y و في X و هاد القايمة هي نفسها اللي تخرج لينا هنا خرجت نفس القيمة راه كاين ما راه ما إذن نعودو هنا Y كا بقيمتها شناهي Y كا هي سات ياك موان تخوا دو, دو فوا كا قيمتها اللي, اللي هي سات سيو دو هادي واش غتخرج لينا كتساوي هادي ولا إذا سات سيو دو تساوي غنحسبو موان تخوا سيو دو صفر إذا مشات لينا سات وبالتالي نفس القيمة إذا أش كنقولو كنقولو أن وبالتالي ألوغ. Car appartient à la droite ME. Oui, le cas car appartient à la droite ME, alors on dit que les points K, M, E sont talignes. Ça veut dire dans la même droite. يعني y a un équilibre neuf en moussaka. Et K, M, E sont talignes. هذا تا سؤال مرة مرة كيقدر يتعطى ماشي ديما واحد السؤال اخر دابا سؤال اخر تاهو تيكون تيقول لك كومون تروفي لو بوين د انترسيكسيون اونتر اون دوات اي لاكس دي زابسيس كيفاش نقدرو نلقاو نقطه التقاطع ما بين مستقيم والاكس دي زاسيس باش نقصد كنقصدو زعما كنقصدو انه الا كان عندنا هنا واحد الأدوات ياك وبغينا نعرفو نقطه التقاطع ديالو مع لاكس دي زاسيس كيفاش غنقدرو نحدو لي حسابيا يعني بطريقة ديال الحساب فمثلا هنا عندنا دغوا دلتا الا لاحظتي كيتقاطع مع لاكس دي زابسيس اللي هو هذا كيتقاطع مع فين في هذه هاد النقطه هذه هذه هاد النقطه هذه اللي كوردوني ديالها شنو الا شفتي في المبيان الا شتي هنا في, في الروبير اش تلقى تلقى هذه الاكس ديالها هي واحد فاصلة شي حاجه تقريبا مثلا واحد فاصلة ثلاثة والاي ديالها راه صفر حيت هنا كتكون اي تساوي صفر إذا كانت النقطه في لاكس دي زابسيس اذا نقطه التقاطع كتكون فيها تقريبا 1.3 صفر ولكن هذا الشيء اللي كنشوفوه بعينينا ولكن حنا بغينا نعرفوا كيفاش نحددوا نقطه التقاطع حسابيا عن طريق الحساب اذا قال لك pour répondre à cette question باش على السؤال on pose y égal à 0 كنوضعوا y تساوي صفر

Alors, on pose y est égale à 0. Donc, on pose y est égal à 0. Donc, on y est égal à moins 3 x k. x k est le champ de Plus 5. Et maintenant, on cherche la valeur de x lia x k. Donc, x k, je Je vais changer de dré. En 12 ou moins 3 x k. 3xk, c'est 0 est égal à plus 5 lié 5. Alors il a pris xk, je n'ai pas 5 sur 3. Donc, le point k, les coordonnées de la on a xk lié 5 sur 3, yk lié 0. C'est دائما هذيك النقطه ديال التقاطع مع لاكس دي زاسيس تكون الاغريك ديالها هو زيرو دونك الاغريك كا هي زيرو اللي كنعوضو بهن اذن تماما نفس هاد الخطوة اللي درنا هنا تعاود ديرها ليا هنا في هاد السؤال هدا تعرف راسك واش فهمتي ولا لا اش قالك هنا ديتيرميني ان هن لو بوان دانتيرسيكسيون دو لا ال L'équation Ridwich y est égale à 2x moins 1 sur 4 et l'axe des abscisses, Il les coordonnées du point n. Et dans le cas où le chenille est on a y c'est le On va un 2, xn n. Moins 1 sur 4, on joue de xn. alors 12 de 2 xn n sur le moins 2 xn est égal à 1 sur 4 on dit de xn dn alors هنا الا بغيتي توحد المقام تحيد ربعه من المقامات تحيدها اذا نوحدو المقام باش يولي ربعه لتحت اش نديرو نضربو الفوق في ربعه والتحت في ربعه اذا من الفوق في ربعه تولي موان 8 والتحت في ربعة تولي ربعة ممكن هنا تبقى إكس إن إتيكالا موان زان سور 4 إذا وحدنا المقام ربعة واش نقدرو نحيدوه زانا هادي شفتوها قرا شوفها في لي زيكواسيون كيفاش تتعامل مع ليكواسيون اللي فيها المقام قرا شوف لي زي زيكواسيون الوغ إكس إن إتيكالا دونك إلا كانت موان ويت إكس إن إتيكالا موان زان دونك إكس إن إتيكالا موان زان سور موان ويت سوا دير إكس إن إتيكالا حيدو موان مع موان تولي أن سو ويت ألوغ لي كوردوني دي بوان إن بطبيعة الحال نحطو الزيرو هنا بدون تفكير ونحطو إكس إن لي هي أن سو ويت إذن مرة كنحاولو نخدموها ساهلة بلا فراكسيون مرة كنديرو فراكسيون باش نوعو الأسئلة

إذا لاحظ معايا هنا عندنا مستقيم ياك كيتقاطع مع لا دغوات إكغيك في هاد لو بوان هادي إم إذا إلا لاحظتي إم لي كوردوني ديالها شنا هما إكس ديالها هو صفر ياك و إكغيك ديالها هو تخوا دونك تنقولو لي كوردوني دو إم بوان دانتيسيكسيون أونتخ لا دغوات دالتا إلى دغوات إكغيك هو زيرو تخوا إذن هادي درناها شفويا ولكن بغينا نحدوها حسابيا كيفاش نقدرو نحدوها حسابيا الدراري فأول حاجة كنعرفو كنعرفو أن لا دغواش باش كيتقاطع مع لاكس دي زار سيس كيفما شفنا سابقا إيكغيك كيساوي زيرو ولكن دابا العكس لا دغواش فاش غيتقاطع مع لاكس دي زوردوني راه الإكس اللي كيساوي زيرو Donc, pour répondre à cette question, on remplace x par 0, ou on pose x est égal à 0. Puis, on calcule la valeur du y, ou on cherche la valeur du y. Donc, dans le premier, si l'intersection avec l'axe des axes, on peut y qui 0

donc, yt, quand on à x, c'est 0. moins 4 fois 0 plus 3 sur 7. Ça veut dire que yt est égal à moins 4 fois 0, 0, 3, Alors, t, je x, 0 y, 3, et 0. Donc, on a 3 sur 7. Alors, les coordonnées du point t, ce sont x qui 0 Ou y qui 3 sur 7. Donc, on a

فمثلا حنا عندنا هاد المستقيم هذا وعندنا مستقيم اخر لاحظ معايا عندنا مستقيم مرسوم بهذا الشكل وعندنا مستقيم مرسوم بهذا الشكل هذا ياك بغينا نعرفوا هذا وهذا فين يتقاطع يعني لازمنا مددناهم هذيك النقطه اللي غيتقاطعوا فيها شنو هما الاكس ديالها وشنو هما الاي ديالها مثلا كنا راسمين واحد المستقيم اخر غيتقاطعو هنا ياك بغينا نعرفو هاد النقطة هادي اللي هي مثلا سي بغينا نعرفو شنو هو الاكس ديالها ياك و الاكراك ديالها اذا غنشوفو كيفاش نجبدوهم الدراري حسابيا دونك هنا تكون عندنا دو دغوات عندنا لا دغوات دي ديكواسيون Y ايتيغال ام دي يعني كويفيسيون ديريكتور ديال دي, دي مضروب في اكس بلس واحد العدد بي لا دوواش ال تاوا نفس الشكل عندنا ايغريك ايتيغالا يعني ام ال يا كوفيسيون ديريكتور ديال لا دوواش ال فوا اكس بلس سي تم فاش كتكتب لك هنا ام دي يعني كوفيسيون ديال دي ام ال يعني كوفيسيون ديال ال هو مقصود به قال هنا كيفاش نقدروا نلقاو نقطه التقاطع ديالهم Il n'y a pas de diagramme. Il y a une première étape, on résout l'équation mdx plus yani yani p et on ne peut pas dire que c'est le cas. Il n'y a pas solution de l'équation. mdx plus p est égal à mlx plus c. Il n'y a pas de Deuxième étape

Gale, résoudre l'équation La L'important n'a de delta d'équation y égale 2x moins 3. L'équation réduite y égale moins 4x moins 9. Quelque déterminer les coordonnées de R, le point d'intersection droite L et delta. Yak, donc les coordonnées de R, le ou alors, je c'est ça. On va que 2x moins 3 est égal à moins 4x moins 9. le 2x moins 3 est égal à moins 4x moins -9. 9. Alors, 12, 2x moins 4x, 2x plus 4x. 2x moins 9, moins 3, 12x plus 3. Donc, 2x plus 4x, 6x. Moins 9 plus 3 est égal à moins 6. Alors que x est égal à moins 6 sur 6. Qui est égal à donc moins 6 sur 6 il y a moins 1. Donc il y a xr. Alors, il dit x r. Alors, x r est égal à moins 1. Il y a une x dit le point r. دابا خصنا نجبدو الإيكغيك ديال لو بوان إير باش نجبدو الإيكغيك ديال لو بوان إير نمشيو للخطوة التانية قال بلاسي لو غيزولطا يعني النتيجة اللي لقينا هنا xr. إير إيتيكال موان زان غتعوضها فين يا إما في هاد الإيكغيك هادي ولا في هاد الإيكغيك هادي بحال بحال عودتها هنا ولا هنا تخرج نفس النتيجة إذا نعوضو هنا نعوضو في الساهله هادي هي الساهله إذا نكتبو إيكغيك إير est égal à 2xr moins 3. 2xr moins 3. Ça, y R est égal à 2 fois moins 1 moins 3. Donc y yR est égal à 2 fois moins 1 moins 2. Moins 3 qui est égal à moins 5. Alors R, les coordonnées d'IA là, a XR y a moins 1. Y R y a moins 5. كنا الدراري بحال عودناه هنا بحال عودنا نفس النتيجه جرب اكس ار عودهن وشوف ناقص خمسة ولا؟ عود اكس ار ها انت ار هي موان كاتخ اكس ار موان ار هي موان اكس ار هي موان زان موان نف موان 4 موان زان اللي هي موان 9. بلوس 4 موان كي موان سانك دونك نفس النتيجة إذا نبحل عاوتانا نبحل عاوتانا تخرج نفس النتيجة المهم هو أنك لقيتي إكس إر سابقا إذا نعاود الخطوة الأولى شناهي كدير هادي كتساوي هادي كتلقى إكس إر ديالك الخطوة الثانية كتشد إكس إر كتعودها هنا أو لا هنا باش تجبد إكغيك إر في الاخر كتلقى ار غنعطيكم مثال اخر وغتطبق عليه نفس داكشي اللي درت هنا باش تعرف راسك واش فهمتي او لا مفهمتيش هو مثال اخر دير الخطوه الاولى الخطوه الثانيه وتعرف راسك واش فهمتي ولا لا قال لك سودي. دي d'équation réduit y est égale à moins 3x plus 5. Et delta d'équation réduite y est égal à moins 12x. Quelqu'un a déterminé les coordonnées du point E d'intersection des droites D et delta. Idem bien dans En de l'équation, je que moins 3x plus 5 est égal à moins x plus 12x. Puis ça veut dire, 12 moins 2x, nous moins 3x plus 2x. 12 plus 5, nous avons moins 5. Moins 3x plus 2x, c'est moins x. Moins 5. Donc, moins x est égal à moins 5, il y a chez moi, moi. En x est égal à 5. de x est égal à x. E. Donc, xe est égal à 5 xe est égal à 5, Là, il y a y moins 3x plus 5, ou f y est égal à moins 2x. y. Donc y est égal à moins 2. Xe qui est égal à moins 2 fois 5 qui est égal à moins 10. Alors, les coordonnées du point E, je est ai à XE5. Y e moins 10. حتى الا اكس او هنا تخرج لك موان سي هنا مثلا اكس او -E بخمسة غتولي موان تخوا ناقص ثلاثة في خمسة هي ناقص خمسطاش زيد عليها خمسة هي ناقص عشرة, عشرة بحال بحال شو حاجة أخرى وهي دو دخوات يعني مستقيمان متوازيان إمتى تكونوا مستقيمان متوازيان في واحد الروبير تكون عندنا واحد الروبير واحد المستقيمان مستقيم مرسوم مستقيم آخر بغينا نعرفو إمتى تكونو هادوك مستقيمان متوازيان وإمتى تكونو متقاطعين إذا إمتى تكون مستقيما متوازيا لاحظ معايا قالك دو دوات سون باراليل سي زون لو ميم كويفيسيون ديريكتور يعني إلا كان عندهم نفس كويفيسيون ديريكتور أو لا نفس لابونت إلا كان عندهم نفس العدد اللي مضروب في إكس إلا كان عندهم نفس العدد اللي مضروب في إكس ورسمتيهم غيخرجولك متوازي إلا ما كانش عندهم نفس العدد اللي مضروب في إكس ورسمتيهم غيخرجو

إذن إم دي هنا شحال كتساوي ناقص جوج نشوفو دابا إم دالتا إم دالتا شحال كيساوي اللي مضروب في إكس هو ناقص جوج بما أنهما متساويان دونك نقولو دونك إم دي تيكال إم دالتا ياك بما أنهما متساويان ألوغ دي باراليل ا دلتا السؤال الثاني قال لك سكو دي باراليل ا ال واش دي متوازي مع ال لاحظ معايا ام ديال دي شحال كيساوي ام ديال دي كيساوي ناقص جوج ام ال ام ديال ال اللي مضروب في اكس شحال كيساوي هنا ما مضروب والو يعني ما كاين والو يعني واحد يعني واحد ام ال كيساوي واحد غنقولو دونك ياك بما ان هاديك تساوي ناقص جوج و هادي واحد فانهما مختلفان دونك ام دي تخالف ام ال وبما انهما غير متساويان فان دي لا توازي دلتا الوغ ال لا توازي دي ولا تنديرو بحال هكا تقاطع يعني تنديرو التوازي وتنديرو تقاطع

دونك ا سي واش متوازي مع بي دي اذا اش خصك تعرف خصك تعرف كوفيسيون ديريكتور ديال ا سي كوفيسيون ديريكتور ديال بي دي. يعني خصك تعرف ام ا سي شحال و ام بي دي تا هو شحال اذا هذيك كنا درناها سابقا كيفاش كتجبد الدراري درنا بهاد القاعدة هادي إذا فاش كيكون عندك غير النقط كيفاش كتجبد الكويفيسيون ديريكتور ياك باستعمال هاد القاعدة كدير إكراك ديال هادي ناقص إكراك ديال هادي على دي إكس ديال هادي ناقص إكس ديال هادي دونك إم أ سي كنبداو بوحدة فيهم نبداو مثلا ب أ نديرو إكراك أ موان إكراك سي سو إكس أ موان إكس سي اللي بديتي بيه هنا تبدا بيه هنا إتيكالا وتعود دابا Y a 2 moins Y c'est 4 X a 1 Y x c y a moins 1 Madna ka s'a dit je voulais plus 1 alors je te sais où il est 2 moins 4 je n'ai y moins 2 1 plus 1 y a 2 moins 2 sur 2 y a moins 1 donc ام ديال اس سي غتساوي كويفيسيون ديال اس سي دابا ديال بي بنفس الطريقة تاهي نديرو بي موان دي سو إكس بي موان بي يا خمسة دي يا واحد إكس بي هي ثلاثة دي هي سبعة خمسة ناقص واحد ربعة ثلاثة ناقص سبعة ناقص ربعة دار ربعة على ناقص ربعة هي شحال هي ناقص واحد إذا دابا باش تعرف هادو واش متوازين ولا لا غتقارن ما بين هاد الكويفيسيون و هاد الكويفيسيون لاحظ معايا هذا لقيناه ناقص واحد و القاينة لقيناه ناقص واحد إذا بما أنهما متساويان دونك شنقولو أن إم أسي كتساوي إم بي دي إذن بما أنهم متساويان، الوغ شنسنجو أن أسي متوازية مع بي نمشي نمشيو دابا لأ بي مع سيد، نمشيو لأبي بي مع سيد، أ بي مع سيد، تنتايا دائما نشوفو الكويفيسيون ديريكتور ديال أ بي و الكويفيسيون ديريكتور ديال سيد. Le coefficient directeur de l'Abishnau, c'est même un caladie, y l'YA moins YB sur XA moins XB. y lié 2, y b à 5, x a à 1, XB b à 3, donc dans 2 moins 5 lié moins 3, 1 moins 3 et- moins 2. Donc, on a moins, je suis moins, on a 3 sur 2. De même chose, MCD. y'- as même un YC moins YD sur XC moins XD. YC 4. YD 1. XC moins 1. XD 7. Donc, 4 moins 1, y a 3. Moins 1, moins 7, il y a moins 8. لاحظ معايا هذه خرجت 3 سي او 2 وهذه 3 سي 1 اذا اش كادرو نستنجو انهما مختلفان دونك كوفيسيون ديال ا بي يخالف الكوفيسيون ديال سي دي determinados تساويش وبما انهما مختلفان فان المستقيمان غير متوازيان يعني متقاطعان الوغ مستقيم ا متقاطع مع المستقيم سي نبغى نمشيو سؤال اخر هنا

réduite de la droite L passant par A et parallèle à D. Nous avons l'équation de la droite L. L x plus P. Regarde, regarde, qui donne le point A en équation de D. اول حاجه إذا كان دي متوازي مع ال اش يوقع الو نقدروا نجبدوا ام ال الا كان دي متوازي مع ال الو ام ال اش غتكون غتكون هي ام دي تماما بحال بحال يلا قرينا دابا الا كان, متوازي ال. كان مستقيما متوازيا كيكون هذا اللي مضروف في اكس كيساوي هذا اللي مضروف في اكس اذا ام ال كتساوي ام دي كتساوي 4 وبالتالي ليكواسيون ديال ال هي ي تعود ام ال ب 4 نديرو اكس بلس بي دابا بقال لنا بي شيرشون بي كنا سابقا كنجبدو بي بواحد الطريقه اخرى الا كان عندنا المستقيم ال تيدوز من واحد النقطه ياك اللي هي ار ام 1 2 كنقدروا نجبدوا بي عن طريق اننا نعوضوا الايغريك في قيمته والX في القيمه ديالها اذا شفناها سابقا الدراري اذا نعوضوا ايغريك بالقيمه ديالها نقولوا اون ا ا

4 fois 1 lié 4. 4, j'ai vu, tout y moins 4. Moins 2 moins 4 est égal à P. Alors, P est égal à moins 6. Moins 2 moins 4 est moins 6. moins 6, c'est un Donc, L, l'équation de est y est égal à 4x moins 6. اذا الخطوه الاولى اش قلنا كنديرو الا كان مستقيما متوازيا بطبيعه الحال الام ديال هذا غيساوي الام ديال هذا يعني عندهم كوفيسيون ديريكتور متشابه من بعد باش تلقاو بي كنشدو لي كوردوني ديال ا هن. كنعاودوهم هنا كنعاودوها في واي وفي اكس نمشيو دابا لا كيسيون دو حاولوا تخدموها راسكم دو. دابا دابا لا كيسيون دو عطيك لي بوين ا coordonnées 1, 2, B coordonnées 2, 0, C coordonnées 1, 1. Je vais déterminer l'équation de la droite delta qui passe par C et parallèle à AB. C'est-à-dire que 12 de C sont choisis avec AB, qui est a les deux points A ou B. Donc, la première chose, c'est de la même انت بغيت تقلب على ليكواسيون ديال دلتا غتحط دلتا ليكواسيون ديالها شنو هي اي ايتيغالا ام دلتا اكس بلس بي نفس الشكل اللي درناه هنا اون ياك دلتا متوازيه مع ا بي الوغ ام دلتا كتساوي ام ا بي و ام ا بي شحال تساوي الدراري؟ غتحسبها غتحسبها بديك الطريقه اللي شفنا قبيل غنديروا ا موان بي اكس ا موان اكس بي اشنا هي هي دو هي هي زيرو هي هي ان هي هي دو دونك دو ان موان دو Donc 2 sur moins 1, il y a moins 2. Donc m delta, il y a moins 2. Délocalie, dire au Delta, y est égal à moins 2x plus p. D'abord, je vais de p. Cherchons p. Cherchons p. Jgelk. Jgelk la droite delta, passons par C. Yok passons par C. à chaque On a C appartient à Delta. On a C appartient à Delta. Alors, comme l'on a, dit, il est qu'un C appartient à Delta. Je pense que c'est on a YC. On moins 2 XC plus...

و عندنا بروبريتي يعني قاعده قال لك هنا سوا ام دي ام دلتا ليكويفيسيون ديال دي دلتا. اذا بالنسبه للمستقيمه المتوازيه اللي شفنا سابقا كنقارنوا ام دي مع ام دلتا واش متساويين ولا ولكن بالنسبه للمتعامدان اش كتشوف كتشوف الضرب ديالهم واش كيخرج ناقص واحد او لا امثيل عندنا هنا دي ديكواسيون ريدويت واي ايغريك 3 سي 2 اكس بلس 4 Delta y est égal à moins 2 sur 3x plus 6. L d'équation y est égal à moins 2x. Le point A de coordonnées 4 moins 1 et B de 6, 0. La première question est ce que D est perpendiculaire à Delta? Les de qui où à 1, ou est-ce que D est perpendiculaire à Delta? نديرو ام دي في ام دلتا ام دي فوا ام دلتا إذن ام دي شحال كتساوي تلاتة على جوج في ام دلتا شحال كتساوي ناقص جوج على تلاتة نلاحظ معايا هنا بغيتي تختازل تلاتة مع تلاتة مشات جوج مع جوج مشات أش تبقالك قال لك ناقص واحد على واحد ليه ناقص واحد هذا اللي ما الاختزال المهم اللي ما كيفهمش الاختزال يديرها بالحساب ثلاثة في ناقص جوج هي ناقص و 2 في ثلاثة هي ناقص 6 على هي ناقص واحد هذا اللي زعما ضعيف في الحساب يدير بحال هكا بما انهم كيساوي ناقص واحد بالضرب فإنما متعامدان، الور دي ا بيربونديكولار ا دلتا، نمشيو دابا الدوزيام كا، الحالة التانية، قالك واش دي متعامدة مع ال؟ واش دي متعامدة مع ال؟ نديرو إم دي مضروبة في إن ال، فإم دي شحال كتساوي تلاتة على جوج. مل شحال كتساوي ناقص جوج اذا نضربهم ناقص جوج رأينا ناقص جوج على واحد ياك ثلاثه في ناقص جوج هي ناقص سته على جوج هي ناقص ثلاثه اذا ناقص ثلاثه ما كتساويش ناقص واحد اذا تخالف ناقص واحد وبما ان هذيك تخالف ناقص واحد انو اش ان المستقيمين غير متعامدين الوغ دي و دلتا تنقولو غير متعامدين تنديرو الرمز ديال التعامد ياك كنشطبو عليه بحال التوازي اذا المتعامدان بحال هكا غير متعامدان كنشطبو عليه السؤال الاخر قال لك واش ال متعامد مع ا بي يعني اول حاجه خصنا نحسبو خصنا نحسبو ام ال في ام ديال ا بي مشكل ان ام ال عندنا ها هي ام ال ناقص يعني جوج عندنا كاين ام ار عادنا بي ما عندناش عندنا غير النقطه او بي خصنا نحسبوها خصنا نحسبوها نحسبو بدا ام ا بي هي إيكغيك أ ناقص إيكغيك بي على إكس أ موان إكس بي إيكغيك أ شناهي هي كات أ فوان موان زان

واحد اذا بما ان الضرب ديالهم كيساوي ناقص واحد فانهما متعامدان الوغ ال متعامدان مع ابي

غير في الخطوات ديال التوازي كتكون ام ال كتساوي ام دي تكونوا هادو متساويين الا كان دي متوازي مع ال ولكن في التعامد كيكون عندنا الضرب ديالهم كيساوي ناقص واحد هي باش كتجبد ام قالك لنا دي تيرميني ليكواسيون دو لا دوات سميوها لنا ال ياك قالك باسون با كا كوردوني موان زان ا اي بيربونديكولار ا دي اول حاجه شنايا عندنا ال هي اللي تنقلبوا عليها ياك ال اكس بلس بي نقلبوا على ام ال ونقلبوا على بي دونك شيرشون ام ال اذن شنو هي ام ال كيفاش نلقاوها الدراري اول حاجه عندنا دي متعامله مع ال اونا دي مش مع ال الو اذا الا كانش دي مش مع ال القاعده اللي قرينا دابا شنو هي هي ان الجداء ديال ام ديالهم كيساوي ناقص واحد الو ام دي مضروب في ام ال كيساوي ناقص واحد ام دي كيساوي ناقص ثلاثة فوا ام ال كيساوي ناقص واحد وبالتالي ام ال اللي كنقلبوا عليها شنو هي ناقص واحد على ناقص ثلاثة اذا ناقص واحد على ناقص ثلاثة اش كتساوي واحد على ثلاثة الوغ نعود دابا ام ال هنا ال L... ليكواسيون ديالها هي واحد على ثلاثة اكس بلس بي دابا الخطوة التانية شيرشون قلبوا على بي اذا بي باش نقلبوا عليها راه ساهله الدراري عندنا لا دغواش ال كيدوز من ك دائما نقولوا اون ك ابارتيان ال الوغ ونعاودوا نعاودو هنا نديرو ي ك كيساوي واحد على ثلاثة إكس كا بليس بي نعاودو إكغيك كا بقيمتها لي واحد واحد على في إكس كان لي ناقص واحد بليس إذا واحد كتساوي واحد على ثلاثة في ناقص واحد لي ناقص واحد على ثلاثة ألوغ إلا بغيتي بي ندوزو ناقص واحد على ثلاثة هنا تولي زائد واحد على إذا واحد المقام هي واحد على واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في واحد 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 في ثلاثة ثلاثة إذا بي كتساوي ربعة على ثلاثة دونك ليكواسيون ديال ال هي ايغريك ايغال واحد على ثلاثة اكس زائد بي اللي هي ربعة على ثلاثة تن نفس الخطوات اللي درناها هنا غنديرو في هاد المثالات دل الخطوة الاولى شناهي كتجبد ام ال عن طريق الجداء كيساوي ناقص واحد يعني كتجبدو من هاد ناقص ثلاثة الخطوة الثانية شناهي كتشد لي كوردوني ديال هاد لو بوان هادو كتعوضهم هنا كتعوض إي هنا وكتعوض إكس هنا بجبد بي نفس داكشي اللي درنا هنا غديرو فدابا اش قالك في مثال تاني قالك سوا أ دو كوردوني أ أ بي دو كوردوني دو زيرو قالك دي تيرمين ليكواسيون دو لا دوا دلتا باسون بار بي بيربونتيكيلار أ بي قالك غادي دوز من بي و مع أ بي الخطوة الأولى شناهي غنديرو بحال هكا

الضرب ديالهم كيساوي ناقص واحد الوغ ام دلتا مضروبه في ام ا بي تساوي ناقص واحد حنا كنقلبو على ام دلتا ام ا بي ما عندناش اذا غنجبدوها من هنا ماشي بحال هنا هنا هذيك هن ام دي كانوا عطينا لينا هي ناقص 3 ولكن هنا ما عطيناش لينا خصنا نجبدوها من او بي نجبدو بعدا ام ا بي شنو هي بعدا هي ايغريك ا ناقص Y B على X A ناقص X Y واحد Y B زارو X A واحد إكس بي هي جوج واحد على ناقص جوج هي ناقص واحد على جوج إذن هي اللي باش نجبدو إن إذن إن دالتا مضروبة في هذه اللي لقيناها في ناقص واحد على جوج تساوي ناقص واحد وبالتالي الى بغيتي ام دلتا توحد المقام تن ام دلتا في ناقص واحد على جوج اذن هنا ناقص واحد راهي واحد على واحد اذا باش تولي جوج بحال بحال هادي تضربنا في جوج ونا في جوج تولي ناقص جوج على جوج تن دابا تختازل جوج مع جوج غتبقالك ام دلتا في ناقص واحد تساوي ناقص جوج يعني ان ام دلتا كتساوي ناقص جوج على ناقص واحد ده ناقص جوج على ناقص واحد هي جوج دلتا ي كتساوي جوج اكس زائد بي دابا نقلبو على بي دابا شاشون بي

إذا شنو كيعني هو لا دواج باسون بار سون ميليو إي بيربونديكولار أ سون سيبور باللغة العربية يعني أن المستقيم الذي يمر من منتصف القطعة وعمودي عليه لنفترض أنه عندنا قطعة أ بي ياك هذاك المستقيم اللي كيدوز من المنتصف ديالها اللي هو إن والعمودي عليها كيتسمى واسط بالعربية بالفرنسية كيتسمى ميدياتريس قريتو في السابع

نقلبو على ام ال شيرشون ام ال اذا كيفاش نلقاو ام ال الدراري اول حاجه اش كنعرفو كنعرفو ان لا دوات ال بيربونديكولار ا بي نقولو اون ال بيربونديكولار ا بي حيت اش ميدياتريس يعني بيربونديكولار يباس بار لو ميليو

دونك نقلبو على ام ال دابا نوحدو المقامات يعني هنا على واحد نضربه هنا في ثلاثة و هنا في باش إذا اللي عندنا ام ال فوا دو سوغ تخوا إتيكالا موان تخوا إذا هنا مع الثلاثة أش أش لينا ام ال تساوي موان تخوا alors nous va faire l'équation de, l, de l, l alors l de l'équation y est égal à moins 3 sur 2 x plus p d'abord cherchons p c'est la cherchons p alors comment on va trouver p on a k appartient à l. يعني دي كل دغواش l passe par k كيدوز من k. ولكن هنا لا دغواش l منش كيدوز كيدوز من m كيدوز من الميليو ديال ال ab كيدوز من الميليو ديال ال ab. أول حاجة نقلبو على ليكوردوني ديال ام ديال الميليو دونك ليكوردوني

c'est le milieu, car il y a repère. Les coordonnées disent le milieu. Alors M, XA, y a 1, XB, il y a moins 2, mais plus sous les moins 2 sur 2, YA, il y a 2, YB, il y a 0 sur 2. Alors M, 1 moins 2, il y a moins 1 sur 2, Nous, 2 plus 0, il y a 2, 2 sur 2, il y a 1. Donc, je vais le dire. L passe par M. Si elle passe par M le milieu, alors je vais dire le fhelc. On a M appartient à L. Air. Donc, on a M appartient à L. Alors, je vais le dire chez M. N'aurons pas le ym qui xm plus p. On p diène. Donc ym qui Moins 3 sur 2 xm plus p. Donc ym, N'aurons pas le carré ym, il 1. moins 3 sur 2 fois xm, il moins 1 sur 2.

باش تلقى ليكواسيون دو لا ميدياتريس دو ا بي الخطوه الاولى دائما كتكتب ي تيغ على ام ال اكس بلس بي شيرشون ام ال اذا حنا اش كنعرفوا ان ال الا كان ميدياتريس ديال ا بي تيكون متعامد مع ا بي دونك تنقولو ان ال عمودي على ا بي وبالتالي الجداء ديال ام ال فوا ام ا بي كيساوي ناقص واحد بحال هادي قلنا هذا عمودي على هذا دونك الجداء ديال ليكويفيسيون كيساوي ناقص واحد

الخطوة الثانية ديال الشيخ شومبي بي اش كنديرو ما عندناش النقطة اللي كيدوز منها ال حناش كنعرفو بما ان ال واسط راه كيدوز من الميليو والميليو ما عطيناش لي كوردوني ديالو شحال اذا حناش اش نقلبو عليهم عن طريق العلاقة ديال الميليو اذا من بعد ما كنجبدو لو الميليو كنقولو أن ام لو ميليو كينتمي لا ال كنجبدو بي ديالنا يمكن بكل بساطة دري هم دابا المثال اخر وحاولوا تخدموه لراسكم باش تعرفوا راسكم واش فهمتوا مثال آخر كيشبه ليه ها هو كيشبه لهذا غير هو لاحظ معايا هنا هنا خدينا سيغمون ام او ياك سيغمون ام يعني هنا فاش غادي تجدوا على الميليو لا يرضي عليك ما تاخذش ام ميليو غتسمي الميليو بشي نقطه اخرى مثلا تسمي اي تسمي اي ميليو دو ام او ما تاخذش ام ميليو دو ام او لا حتى ام عندك في القطعه لا يرضي عليك هنا خدينا ام حتى كانت عندنا القطعه ابي ما كانش عندنا ام هنا ولكن هنا عندك ام في القطعه لا خصك تاخذ واحد النقطه اخرى اي ولا كا ولا شي نقطه اخرى تكون ميليو ديال -E. دي ام او اذا ما تعاود تستعمل ام ميليو ديال ام او -E هنا عندك ام في النقطه ديال القطعه لا اذا حاولوا تخدموا هذا راسكم بنفس الطريقه اللي خدمنا هنا باش راسكم واش فهمتوا ولا لا اذا حنا عندنا ام او -E شنو هي قطعه ياك عندنا اي ميليو ديالها عندنا هنا لا دغوات بيربونديكولير كيدوز من الميليو هو لا ميدياتريس ياك دونك لا ميدياتريس نسميوه ال ولا دالت سميه ال سميه ال لا سابو ما سماوه لك راه غتسميه دالتا سماوه ال سماوه ال سماوه دي غتسميه دي على حساب سماوه إذاً داكشي اللي درنا عاود يجرد ان الخطوة الأولى اش كدير كتحط ال ديكواسيون ان يجرد ام ال اكس يجرد بي ياك اذا يجرد كنكتبو يجرد من بعد شيرشون. ML الخطوه اللي تابعه تنقولوا اون ال بيربونديكولير ا ام او الوغ الضرب ديالهم تساوي ناقص واحد ام ال فوا ام ديال ام او كيساوي ناقص واحد اذا الدراري كمل معايا ام ام او نحسبوها Je vais te il y a YM-YE sur XM-XE. Donc, YM, je vais y juge. YE, il y a moins 1, moins moi, je lis plus 1. XM, il y a 1. XE, il y a 3. Alors, 2 plus 1 est égal à 3 sur moins 2. Donc, il y a moins 3 sur 2. دونك <applause> نعوضو هنا باش نجبدو ام ال دونك ام ال فوا موان تخوا سي او دو اي تيكالا موان زان دونك غادي دير المقلوب غادي دير المقلوب وصافي وغادي تحيد تشا... الناقص تولي هي دو سيغ تخو المهم راه اللي تكره مزيان راه كتبان لي بعينو هادي إذن ML... يعني في الصراحة اذا ام ال غنضرب جوج في ناقص واحد وتقسم على ناقص ثلاثة هذه اللي تكرا مزيان راه تعرفوا ضرب هذا في ناقص واحد كتقسم على له... ندير جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج هنا ناقص ثلاثة كلشي ناقص مع ناقص كتبقى جوج على ثلاثة أو لا كدير كيف مش شفنا كتوحد المقام هنا هنا عندك إم إل في ناقص ثلاثة على جوج ساوي ناقص واحد على واحد ووحد المقام هنا في جوج وهنا في جوج Idem, sur calque ML fois moins 3 sur 2, est égal à moins 2 sur 2. je juge, je juge. calque ML, il moins 2 sur moins 3. Il y a 2 sur 3. Voilà qui est le chakramzi à Alors, on va un on a un ML, donc on a rajouté l'équation de la le en x plus p. Il davoir de des recherche en p. Alors, pour le p, le les coordonnées du milieu angolo, soit y et le milieu de ME. Le cordon idéal, donc le cordon idéal i ou xm plus xe sur 2 ym plus y e sur 2 donc xm lié à 1, xe lié à 3 sur 2, ym lié à 2, y e lié à moins 1 sur 2, donc i.

Plus p au y 1 sur 2 est égal à 2, 2 4, 3 sur 3 fois x y. 2 plus p. Alors 1 sur 2 est égal à 2 fois 2 est 4. Donc 3 sur 3 plus p. Alors il a besoin p en 2 ou 4 sur 3. N'ajoutez 1 sur 2 moins 4 sur 3 qui est égal à

اذا كانت هذه هي اخر فقره في الدرس هذا نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان الدراري استفدتوا حاولوا تبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم حتى هما يستافدوا حاولوا تخليو تعالك تفاعل مع الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته